قبل الاجتماع بتمري لعندي. خليل بيك موجود؟ ايه موجود، تفضلوا. تفضل. شو؟ أهلين؟ أهلين فيك. جينا بدون موعد. لا تواخذنا بس نحن مضطرين. في شغلات مهمة صارت. أهلين زاهر. كتير خطيرة. تفضل اقعدوا. ايه شو صاير؟ زاهر رح يحكي لك كل شيء. عم يقلي عقلي روح لعند هالفلتانة وطعمية قتلة حشك ولبك، ما رح يهنالي عيش لحتى شرشحن وبهدلن هن اتنين سوا. طول عمرك بتقولي انه بابا عصبي وبيضرب كمان، مو هيك؟ دخلك بشو بتختلفي عنه؟ هي ليكك رايحة تعملي مثله تمام. ما بعرف، مو على أساس ما عاد بدك إياه. ما بدي إياه وما بدي شوف وشه. بيقول المثل مين شاب على شيء شاب عليه. العيشة بجهنم صارت أسهل من العيشة معه. إيه خلاص طلقي منه خلصينا. إيه بدي أطلق، وبكرة رح أرفع دعوة. ميرنا بكرة منروح أنا وياكي. مثل ما بدك ماما. مو أحسن ما يجيب لي هالفلتانة ضرها؟ يا الله يا رب، خلينا نخلص شغلة السوق قبل الزحمة. البسي شي وخلينا نروح. أمي تركي من إيدك، أنا بكمل، ما عندي شي. يسلموا أمي، بس ما رح نمر من قدام المحل؟ خلاص منروح على الرصيف الثاني. يلا بقى خلصينا. لازم نتحرك قبل ما يصير الاجتماع. في معنا وقت؟ يعني شي ساعتين. سيد عمر، تغير مسار القصة، صرنا منعرف كل شي، تقريبا كل شي.